سيزون كلاش سكواد الجديد ابتدى، فالنهارده هقول لك اقوى شخصيات في فري فاير هتخليك توصل التوب بسهوله. وانت هتسال نفسك دلوقتي ازاي هوصل التوب وكلاش سكواد كلها هاكرات. لا 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 ما تخافش، النهارده هقول لك شخصيات الهاكر نفسه ما يقدرش يموتك. لك ان تتخيل ان الهاكر ما يموتكش، فانت لو لعبت ناس عاديه هتعمل فيهم ايه؟ وكمان زي ما هقول لك الشخصيات الجامده دي فانت وارد تقابلها، فكمان هقول لك لها وازاي تلعب ضدها لو قابلك الشخصيات اللي حولها لك النهارده. انا لو كسبت الجيم ده بالشخصيات دي ضد لاعب هاكر ده هتبقى حاجه بجد جامده جدا. حد قدامنا عامل الشخصيات بتاعتنا، نوك 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 نوك. اوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعت لكم فيديو جديد من قناه ساكورا الغلابة. عاملين ايه يا ناس يا حلوة يا جميلة يا قمرات يا حبايبي يا كل حاجة في الدنيا؟ النهاردة فيديو مش عادي، النهاردة فيديو جامد في المعادي. لا 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 بجد فيديو النهاردة مهم جدا لكل الناس اللي مهتمية بكلاش سكواد، لان هقول لكم على الشخصيات وكمان هقول لكم لو حد قابلكم بالشخصيات دي ازاي تلعبوهم. وفي فعاليات كتير قوي في فيديو النهاردة، فعايزكم تكملوا الفيديو من اوله لاخره لان كل دقيقة مهمة حرفيا. واهم حاجة دلوقتي انكم حطوا لايك وسبسكرايب، اللايك مش بيخسر. عايزكم توصلوا الفيديو ده في اول ثانيه 1000 لايك. فين الجيش الجامد جدا اللي في ظهري اللي بحبهم؟ ويلا بينا على اللجيام السخنه. تعرفين يا جدعان انا لو معايا سكواد جامد انا كنت طلعت توب 1 من بسهوله جدا. تعالى مود نوك نوك. تعالى 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 كان الاخير بيقفل من ورا. ربنا سمعتك، مش عامله دمي حتى، انا 141 دمي. ماشي عاش عاش قوي. في اتنين على الشمال، استنى استنى جاي نوك. انت جبته ده؟ عاش 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 نوك. يا ابن اللعيبه فين الرابع؟ فين فين؟ استنى طيب ماشي. الرابع ده غالبا فوق يا جدعان ولا لا؟ اهو 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 شفت شفت هو فوق بس هنا. عاش عاش عاش. بصوا دمي بصوا دمي نوك. دمي 295. عاش يا عم. سيبه 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 هيتناوك اهو. انا بمليش دم يا جدعان. فين 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 اللي مزعلك ده؟ عاش. خد الواحد اهو اهو. هو ميت سونيا بس انا هسرقهم عليه عشان التريبل كل. انا كده تقريبا ستة بويا. واحد اخد هيت، اخد هيت التانية. على فكرة الواد ده اداني هيد بس شفته دمي. لعيب لعيب هو بصراحة، جابني هيدين لعيب. انا اتغشمت وقاعد ببوش. عاش عاش يا رجالة. ايه ده هتيجوا تحفلوا عليا ولا ايه؟ يلا ده بيحفلوا عليا. يا جدعان انتوا ما تعرفوش ايه اللي هيحصل لما البتاع دي توصل ليفل 2 بس. لما دي توصل ليفل 2 و3 هتشوفوا اللي هيحصل. انا دمي على حرفيا هيبقى كبير جدا، مش هموت اصلا. ماشي ماشي ماشي. نوك نوك واحد نوك. تاني نوك. اخد الدين واخد الهدات كلها. عاش صاحبي ما تقعش صاحبي. هو جابه جابه. بتعمل ايه؟ مش تحفلت عليا؟ بص بص العالم ده ديب. قوم تاني اوعى تاني. في واحد اهو نوك نوك. سوني ده معاه ديمتري. تعال نوك 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 نوك. سونيا دبل كيل. ايوه كده. بص العالم ده بص العالم ده ديب. مش عارف هو اهو هو شايفنا تقريبا.
بس انا عديله هدات جامد. يلا بينا. ده صح بتعمل ايه؟ فكرني عبيط ولا ايه؟ بس كده عاش. ما جبتوش احمر بس عاش. بعد هنا بعد تحت على فكرة. ايه ده؟ ده انا نوك اللي انا جبته ده عاش. وده انا ويكو عاش قوي. ما كلهم هنا. هيلف صح؟ تريبل كيل. ده كده الزون عندي. واحد نوك. اطلع اطلع. اقعد يا فكرني عبيط ولا ايه؟ عاش عاش قوي. لا 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 لازم تكتبوا لي عاش في الكومنت. الجيم اللي جاي ده الجيم اللي الناس فيه اتنمرت عليا وجابوني 3-0 وانا معايا 7 ابويا، وعايزكم انتوا تتوقعوا ايه اللي هيحصل. هعمل رومونتادا ولا هموت وهخسر البويات بتاعتي واللي اتنمروا عليها هيكسبوا. وكمان عايزكم في الجيم ده تركزوا على الشخصيات وعلى الدم بتاعي. فاد نوك نوك معاه دميتري. نوك لازم املى دم. لازم املى دم. هيصحوهم تاني ملفه. نوك يا جدع. صاحب سونيا بسببك. النجدة. نجدة ايه وقرف ايه يا عم؟ خد يد. اوه عاش. حرام عليك يا اسطى والله العظيم حرام عليك. ما في قنابل في حاجات. نوك عاش لعيب يا خد في ظهري يا اولاد اللعيبه. فاضل واحد يا عاش عاش. واحد نوك. طلع يجري طلع يجري طلع يجري. عاش فنشه بقى. اقعد اقعد. 3-3 عاش. مش هضيع البويه دي. انا مش هضيعها. مش هضيع السبع بويه. انا شايفهم على فكره. لا النت النت يا جدعان. وحات ابوكي وحات ابوكي اشتغل. انا مت انا مت انا مت كده صح؟ مت ولا ايه؟ مت ولا ايه؟ مش عارف. انا مت. صحوني طيب. احي احي. حرام حرام. ايه ده ايه ده يا ولاد اللعيبه؟ احنا كسبنا. اوف اوف. ربطه عنك ايه؟ البويه الثامنه يا ولاد اللعيبه. والجيم اللي جاي ده يعني بصوا انا مش عارف اوصف لكم ايه اللي هيحصل فيه، لان في لاعب شكيت فيه انه هاكر وبرده الشخصيات هتعمل الواجب. اتفرجوا وقولوا لي ايه رايكم، وقولوا لي هو هاكر ولا ممكن يكون لعيب. اهو المفروض كلها هدات. دي ايه النت اللي عنده ده؟ هدات برضو. الو مش انا مش فاهم. بصوا بصوا دمي بصوا دمي بصوا دمك ده. اوف. تعالى تعالى تعالى. ده انا دمي هو جابني ازاي كده؟ انا عايز افهم. انا اتحمست شويه بصراحه. بس هو جابني كده ازاي مش فاهم؟ اعرف يجيب 300 دامج بالسلاح ده ازاي؟ هنشوف. واحد نوك. فيرست بلاد.
نوك يا جدعان. ايه ده يا جدعان؟ ما تصلوا على النبي يا جدعان. كلهم من ورا 10 رجاله والله بيجيبوه. مفروض نوك ده مات. ده مات مات. خد الواد الهاكر صح. عاش عاش يا ابن اللعيبه. جبته هو ده جبته. بس خلاص ابوش براحتي بقى. انا 295 اصلا. فين اللي مزعلكم؟ نوك كلام. فين هو اللي مزعلكم؟ اه اهو يا عم يطلع. انا واقف له هو ام. مش فارق معايا. مش عمود برد. انا قلت اقف قدامه بس عشان اوريكم. ضربني كام طلقة قوم يا جدعان وما موتنيش برضو. اه جامد والله. انا دمي 265 فانا هبوش. يا عم اقعد. بقول لك اقعد. مش هموت. مش مصدقني انت. استنى اطلع كده. يا ابني مش هموت. يا ابني مش هموت. دم 295. انا فعلت هاكر ال عدم الموت. واحد معاه دبل فيكتور، واحد معاه شوت جن ما عرفوش يموتوني، متخيلين؟ ودلوقتي حبيت اوريكم الشخصيات اللي بستخدمها، وهي شخصيه زينة الاساسيه وكمان شخصيه لكوثا، يعني ربكم بنطقهم صح، وشخصيه ليلى او ليلي، والشخصيه الاخيره وهي شخصيه انطونيو. والجيم اللي جاي هوريكم ازاي تتعاملوا مع حد معاه نفس الشخصيات اللي انا بلعب بيها دي، اللي هي حرفيا ما بتخلكش تموت ودمك بيوصل ل 400. ايه يا جماعه؟ هدين عاش. مفروض نوك. عاش قوي. نوكت اتنين. لا اتقلوا يا جدعان، اتقلوا ما تموتوش. هو عايز ياخد السلاح. اخد هيد. عاش نوك. مفروض نوك كده. عاش. ايوه كده هو ده الجمدان. شوف بصوا يا جدعان، بصوا الحركه دي عايزكم تتعلموها برضو. هتنط هنا كده بس. انت كده بقيت جوه، بقيت بره قصدي، وتتمشى كده تروح لهم بقى تجيبهم، تعمل انت عايزه. هما مش شايفيني صح؟ والله ما شايفني. اخد هيد. اموت يا ابن اللعيبه يا ساكوره. انا فنش. بصوا دمي. اوف. نوك التاني. فنشوا عشان اوريكم الدم. فنشوا النبي. عاش يا جدعان. بالصدفه في حد قدامنا عامل الشخصيات بتاعتنا او نفس الفكره بتاعتها، اللي هو اسمه كحلان ده، وده الوحيد اللي صادد معانا اصلا في اللعبه. التانيين كلهم بيموتوا بس هو اللي بيفضل عايش وبيعمل تانك وبيعرف يجيبنا. يعني الواد هنا على فكره، الواد على اليمين. بروح صلوا على النبي. صلوا. نوك. اقعد. اوه جامد يا ابن اللعيبه. وفي النهايه كده احب اقول لك ان الشوتجن هي السر، ان انت تصد الشخصيات دي. تمسك الشوتجن وتفضل تضرب فيهم وانت هتكسبهم عادي جدا، بالذات الشوتجن الطويل. ودلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش اللايك وسبسكرايب وتفعل الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.